سؤال: ما حكم حضور حفلات الزفاف للأرحام مع وجود منكرات كالرقص والموسيقى، لكن لا أحضر الحفلة نفسها بل أبقى في بيت صاحب الحفل وشارك في إعداد الشاي والقهوة مثلا لهم؟ هل عمل الشاي وما شابه أو الذهاب مع العروض للصالون للتزين في شيء مع إمكانية تشغيل الموسيقى في البيت نفسه مكان وجودي؟ والله يا أمة الله، ما دمت حريصة على دينك اجمعي بين أمرين، بين صلة الرحم وبين اجتناب المنكر. هذا الذي نفعله. إذا أقام بعض أرحامنا أو بعض ذوي الرحم وذوي القربى حفلا ولم نستطع تغيير ما يشوب هذا الحفل من المناكر، نحن نذهب لنقول لهم: إن شاء الله بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، نقدم الهدية المناسبة التي تقتضي الأعراف تقديمها في مثل هذه المواقف وننصرف. فيشعرون بانصرافنا أننا منكرون لأعمالهم هذه، ويشعرون بمجيئنا أننا قدرنا لهم ما بيننا وبينهم من رحم، وصلنا رحمه التي أمر الله أن توصل، وأنكرنا المنكر بعدم وجودنا وعدم يعني وعدم حضورنا. وفي الغالب هم يقدرون هذا، يقدرون مجيئنا، فإننا أكرمناهم بالمجيء وتقديم الهدايا العرفية المناسبة. وينبغي أن يحترموا أيضا خصوصيتنا واختيارنا الفقهي واختيارنا الديني، أننا لا نشهد مشاهد الزور والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. إن من الأعذار المسوغة لعدم قبول الدعوة وجود مناكر في مكان الدعوة تعجز عن إنكارها وتغييرها. أرجو بهذه الصورة كن حلنا حل وسط بإذن الله عز وجل.